بسم الله الرحمن الرحيم. الجمع الكريم المبارك، قبل أن أستهل هذا الحفل الكريم المبارك أستأذن السادة الحضور جميعا بقراءة الفاتحة أن يتم هذا الحفل على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي العربي الأمين، عليه وعلى آله ومن اتبع هديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، أفراح عائلة السبيرات بالمجابرة، يتشرف أبناء المرحوم الشيخ إبراهيم علي السبيري والأستاذ علي إبراهيم علي السبيري وأبناء المرحوم الحاج حماد إبراهيم علي وأبناء المرحوم الحاج حسين إبراهيم علي وأبناء المرحوم الحاج جبرين عبد السميع السبيري والمهندس رشدي جبريل عبد السميع والحاج رشاد جبريل عبد السميع وأبناء المرحوم الحاج لطفي جبريل عبد السميع وأبناء المرحوم الحاج عوض جبريل عبد السميع. يتشرفون جميعا بدعوة سيادتكم لحضور حفل زفاف الأستاذ وليد حماد إبراهيم على كريمة المرحوم لطفي جبريل عبد السميع. وخير ما نحتفي ونحتفل في هذه الليلة الطيبة المباركة آيات بينات من كتاب الله العزيز يتلو على مسامعنا علما من أعلام قراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ الدكتور ربيع أحمد محمد عبد القادر المحسني. الجمع الكريم المبارك الآن مع كلمة الوعظ والإرشاد من فضيلة الدكتور محمود حربي أبو غازي، فليتفضل سيادته مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أفاض علينا بالنعم وأكرمنا بجزيل الكرم وجعلنا من أهل السعادة وصف قلوبنا وملأها ودادا
وكتبنا لنكون من الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، فاللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، حمدا لا يحصى له العدد. لك الحمد يا ربنا، جعلتنا مسلمين فسلمنا من عذابك. ولك الحمد يا ربنا، كتبتنا مؤمنين فأمنا من عقابك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نستغفره ونتوب إليه. أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر من قولي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أستغفر الله وأتوب إليه. فقالت يا رسول الله، رأيتك تكسر من هذا الذكر، فلما؟ قال يا عائش، لقد أنزله الله سبحانه وتعالى علي قرآنا يتلى، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فيا ذا الجلال والإكرام، عبيدك مقصر وقف على أعتاب رجائك، فكن له كما كنت لغيره، ولا تعلق قلبه بالسوى، واجعله يا ربنا في لطفك وتحت رعاية رفقك حتى يلقاك على المحاجة البيضاء التي تركه عليها حبيبك سيدنا محمد. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا سيد السادات سيدنا محمد، خير البريات سيدنا محمد المكمل المزمل أجمل المخلوقات خلقا وخلقا. والله ما خلق الإله وما برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. خلقه الله سبحانه وتعالى قبل خلق المخلوقات ليكون شاهدا على الأنبياء والرسل من لدن آدم حتى مجيئه، فكان صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. رحمته لامست إخوانه من الأنبياء والرسل فاتبعوا أمره وعرفوا قدره وصلوا خلفه ورضوا به شاهدا عليهم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سيدي يا رسول الله، شوقتنا إلى حوضك، فما الحوض من غير السقية من غير يدك، فاللهم اجمعنا بحبيبنا واحشرنا تحت لواء حبيبنا واجمعنا في زمرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وصل اللهم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن صار على نهجه واستن بسنته إلى يوم الدين. أولاً أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى عائلة السبيرات جميعاً بصفة عامة، وإلى آل الشيخ إبراهيم علي السبيري وآل جبريل عبد السميع السبيري بصفة عامة وبصفة خاصة بمناسبة زفاف الأستاذ وليد حماد إبراهيم على كريمة المرحوم لطفي جبريل عبد السميع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون زواجا مباركا،
وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير وأن يجعل منهما الذرية الصالحة. قولوا آمين. أما بعد، ففي العام الخامس قبل بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم امتلأ بيت الحبيب من الأقارب يقفن مع أم المؤمنين خديجة، وشوهدت نساء الأشراف يدخلن ويخرجن على أم المؤمنين خديجة. فما الذي حدث؟ الذي حدث أن البضعة قد أشرق نورها على الوجود، وأخرجت لنا أم المؤمنين خديجة من مكنون كنزها زهراء، سيدة ملأت الدنيا نورا، جاءت لتكتب اسمها في سجل آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، وضاء مشرقا يحمل التباشير بالخير والفضل إلى يوم القيامة. يا خديجة، من حملتي وبمن حملتي؟ لقد جاءت من قال عنها العلماء أنها أفضل من أمها، فأمها خديجة بنت خويلد، وهي فاطمة بنت من؟ بنت سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولدت الصغيرة وما كادت أن تفتح عينيها حتى رأت الطلة البهية العطرة الفرحة من أبيها، حتى قبلها أبوها قبلة محمدية فرحا بمقدمها. فلقد أعلمه ربه في وقتها أن منها سيكون الامتداد المحمدي في العطرة إلى يوم القيامة. من السيدة فاطمة الزهراء الامتداد المحمدي في العطرة إلى يوم القيامة، آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم الامتداد من السيدة فاطمة الزهراء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بضعة مني. وقال لابنها سيدنا الحسين: حسين مني. وقال لزوجها الإمام علي: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فالمنية فضل وعطاء وكرم وجود، والذي يجود هو من أعطاه الله سبحانه وتعالى الجود. ورحم الله القائل: يمناك تهمي بالهنى وتجود، وسمى بنسبته إليك الجود. وقد سطرها بعض العلماء: يا من بطلعته استنار وجود، وبه هدانا الواحد المعبود، وسمى به فوق العلاء جدود. يمناك تهمي بالهنى وتجود، وسمى بنسبته إليك الجود. فالمنية التي يقصدها الحبيب صلى الله عليه وسلم أن كل واحد من آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم أخذ جزءا من الذرات المحمدية، وتنقلت هذه الذرات في أصلاب أهل الفضل من آل البيت إلى يوم القيامة، حتى آخر واحد من آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم. لما كبرت الصغيرة وأصبحت طفلة يانعة، كان أبوها يتحنس في غار حراء، فكانت الصغيرة تحن لمشاهدته وتشتاق لرؤيته صلى الله عليه وسلم، حتى نزل الوحي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الأب الحبيب من الغار البعيد وهو خائف ويقول: زملوني زملوني. والصغيرة تنظر وتشاهد هذا الأمر، حتى استقبلته الأمن والأمان أم المؤمنين خديجة، والصغيرة تنظر فاستقبلته الأمن والأمان وضمته إلى صدرها وقالت: والله يا ابن العم لن يخزيك الله أبدا.
حكم صدر من أم المؤمنين خديجة، فما حيثيات هذا الحكم؟ والله يا ابن العم لن يخزيك الله أبدا. لماذا؟ قالت: لأنك تصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم، فوالله لن يخزيك الله أبدا. السيدة خديجة رضي الله عنها تمدح سيدنا الحبيب بأنه بيصل الرحم. نجد كثير من بنات اليوم ومن زوجات اليوم إذا تزوجت الفتاة أول أمر تحاول أن تقطع زوجها عن أهله، أما الزوجة الصالحة هي التي تعين زوجها على الصلة، على صلة الرحم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: خير ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله سبحانه وتعالى الزوجة الصالحة، إذا نظر إليها أصرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضها. إذن الزوجة الصالحة هي التي تعين الزوج على صلة الرحم. ولهذا مدحت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا ابن العم لن يخزيك الله أبدا. ليه؟ لأنك تصل الرحم. الصغيرة تنظر وتتعلم الوفاء وتتعلم كيف تكون وفية كما كانت أمها وفية. نشأت سيدتنا الزهراء في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعلمت مكارم الأخلاق ممن جاء ليتمم مكارم الأخلاق. نشأت في بيت النبوة وعلمت أنها قد زكيت بانتسابها لآل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم وانتسابها لخير أب ولخير أم. لما شاع النور في مكة وانتشرت رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم وأذن للحبيب صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فهاجر، ثم تبعته السيدة فاطمة الزهراء وكانت قد بلغت مبلغ النساء. فلما وصلت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع سيدنا عمر وسيدنا أبا بكر الصديق أن السيدة فاطمة قد بلغت مبلغ النساء، وكانوا قد سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل سبب ونسب مقطوع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فأرادوا أن ينتسب إلى سيدنا رسول الله. كل سبب ونسب مقطوع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. فأراد سيدنا عمر وأراد سيدنا أبو بكر الصديق أن ينتسب إلى رسول الله، أن ينتسب إلى عترة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ورب قائل يقول: وهل لم يكن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر لم ينتسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال تزويجهما السيدة عائشة والسيدة حفصة لسيدنا رسول الله؟ الوصلة أو الوصال الذي يقول عنه صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال حسين مني، وهو اتصال بالعطرة، اتصال بآل بيت الحبيب. فلما سمع سيدنا أبو بكر الصديق أن السيدة فاطمة قد بلغت مبلغ النساء أراد أن يخطبها لنفسه حتى يتصل بعطرة سيدنا رسول الله. فلما ذهب إلى سيدنا رسول الله وسيدنا أبو بكر الصديق له مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وقفات، فهو صاحب الحبيب صلى الله عليه وسلم من قبل بعثته، وهو الذي كان يصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم ويشهد بصدقه وأمانته، ورأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يره غيره. حتى أن سيدنا الإمام السيوطي في الخصائص ذكر أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان في تجارة إلى الشام قبل بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإذا به يرى رؤيا
فقصها على أحد رهبان الشام، فقال له هذا الراهب سيظهر في بلادكم الجزيرة العربية في هذا الزمان ملكا وستكون أنت وزيرا له. فلما جاء ورجع سيدنا أبو بكر الصديق وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم قد كلف بالنبوة والرسالة، إلى من يذهب؟ يذهب إلى أقرب الناس إليه. ذهب إلى أبو بكر الصديق وقال: يا أبا بكر، إني رسول الله إليه، قد كلفني الله تبارك وتعالى بالنبوة والرسالة. فقال: وما علامة ذلك يا محمد؟ قال: الرؤيا التي كنت قد رأيتها في الشام. فلما جاء سيدنا أبو بكر الصديق إلى سيدنا رسول الله وقال: يا رسول الله، إن فاطمة قد بلغت مبلغ النساء. فقال: يا أبا بكر، إن مثلك لا يرد، ولكني لم أؤمر. فعلم في وقتها سيدنا أبو بكر الصديق أن زواج السيدة فاطمة هو أمر توقيفي من الله سبحانه وتعالى، بأمر السماء. زواج السيدة فاطمة كان بأمر من السماء، أمر توقيفي. العلماء يعني يقولون أمر توقيفي أي أنه بأمر من السماء، زي فرض الصلاة وزي فرض الصيام وزي فرض الحج. زواج السيدة فاطمة كان أمرا توقيفيا من الله سبحانه وتعالى. يا أبا بكر، إن مثلك لا يرد، أي إذا خطب لا يرد، ولكني لم أؤمر. فخرج سيدنا أبو بكر الصديق أسيفا في نفسه، حزينا في فؤاده بأنه لم يتصل بعطرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقابل هو وسيدنا عمر بن الخطاب، فقال لسيدنا عمر: يا عمر، خطبت فاطمة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي بأنه لم يؤمر، فاذهب لعل الأمر يأتي فيه. فذهب سيدنا عمر: يا رسول الله، إن فاطمة قد بلغت مبلغ النساء. فقال: يا عمر، إن مثلك لا يرد، ولكني لم أؤمر. فخرج أيضا سيدنا عمر وهو أسيفا حزينا على أنه لم يتصل بسيدنا رسول الله. فتقابل سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بسيدنا الإمام الكرار علي كرم الله وجهه: يا علي، خطبنا فاطمة وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يؤمر، فاذهب لعل الأمر يأتي فيه. فذهب سيدنا الإمام علي ربيب بيت النبوة الذي تربى في بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، والذي صلى خلف الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو في العاشرة من عمره، وهو في العاشرة من عمره صلى خلف رسول الله، وهو الذي كلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ بفواتيح سورة براءة على الحجيج يوم أن كان إمامهم سيدنا أبو بكر الصديق. فلما ذهب بفواتيح سورة براءة إلى الحجيج قال له أبو بكر: أآمر أم مأمور يا علي؟ قال: بل مأمور، لقد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بفواتيح سورة براءة على الحجيج. فلما رجع سيدنا أبو بكر الصديق قال: يا رسول الله، كلفت علي ولم تكلفني، فلما؟ فقال: يا أبا بكر، لقد أمرني ربي أن أقرأ فواتيح سورة براءة على الحجيج إما أنا أو أحد من آل بيتي، فاخترت علي. فذهب سيدنا الإمام علي إلى سيدنا رسول الله، وكلما نظر إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طأطأ سيدنا الإمام علي برأسه إلى الأرض. وكان صلى الله عليه وسلم صاحب فطنة وزكاء صلى الله عليه وسلم. فقال: يا علي، لعلك جئت تخطب فاطمة. قال: والله يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئت إلا لهذا. قال: اذهب وامهرها يا علي.
قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أملك شيئا. وكان يلقب سيدنا الإمام علي بفقير بني طالب، فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أين درعك الحطمية؟ وكان قد أهداه إياها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل. فقال: معي يا رسول الله. قال: ائتني بها. فجاء بها سيدنا الإمام علي إلى سيدنا رسول الله، فعرضها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحابته: من يشتري هذه الدرع؟ فاشتراها سيدنا عثمان بأربعين درهم. اشتراها سيدنا عثمان بأربعين درهما. إذن كان مهر السيدة فاطمة هدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربعين درهم ده كان مهر السيدة فاطمة، أخذ منه صلى الله عليه وسلم عشرين وأعطاها لبلال، وقال: يا بلال، اشتري حلسا وحصيرا وطيبا لفاطمة. وأعطى العشرين الأخرى لسيدنا الإمام علي وقال: أولم بها. مهر السيدة فاطمة كان أربعون درهما. فيا من توالون في المهور، ويا من أوقفتم الشباب موقف الإحراج، ويا من أوقفتم الناس موقف الإحراج. الشباب يصل إلى سن الثلاثين والأربعين ولا يستطيع أن يتزوج، وتصل الفتاة إلى سن الثلاثين ولا تستطيع أن تتزوج. لماذا؟ لأنكم قد غاليتم في المهور، قد غاليتم في تكاليف الزواج. مهر السيدة فاطمة وهي سيدة الدنيا والأخرى، سيدة الدنيا والأخرى، مهرها كان أربعون درهما. فقد أخرج الإمام الترمذي وغيره من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرفت خلفه، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم نفسه. يقول سيدنا حذيفة: فوقفت حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكلام، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي من تكلم؟ فقال: يا حذيفة، أكلم جبريل، فقد نزل علي الآن يخبرني بأن فاطمة هي سيدة نساء العالمين. سيدة نساء العالمين كان مهرها أربعون درهما. فلما زف إليها صلى الله عليه وسلم البشرى قالت: ومريم يا رسول الله؟ قال: مريم سيدة زمانها، أما أنت فسيدة نساء العالمين. لما حدد الميقات ووقت الوقت وزمن الزمن لزواج السيدة فاطمة، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، اذهب لفاطمة ولا تقربها حتى آتيك. وكانت السيدة فاطمة قد جملها أمهات المؤمنين، وطيبنها ووضعنا عليها ثيابا جميلة، حتى شهد الصحابة وقتها أنهم ما رأوا أحدا يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماله مثل فاطمة. يا علي، اذهب لفاطمة وخذها إلى بيتك ولا تقربها حتى آتيك. فنفذ المأمور أمر الآمر، لأن الآمر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك نحن جميعا أمرنا بالتسليم المطلق، بالتسليم الكلي لسيدنا رسول الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أمرنا بالتسليم الكلي لسيدنا رسول الله، فلا نشغل عقولنا. فلما أخذها سيدنا الإمام علي إلى بيته لم يقرب السيدة فاطمة حتى جاءهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل البيت صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا الإمام علي أن يأتي له بماء،
فمسك الماء صلى الله عليه وسلم بيده ومجه في فمه الشريف، ثم سكب هذا الماء على صدر السيدة فاطمة وعلى ظهرها، فقال لسيدنا الإمام علي: ائتني بماء آخر. فيقول سيدنا علي: فعلمت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفعل بي مثل ما فعل بفاطمة. فجاء سيدنا الإمام علي بماء لسيدنا رسول الله، فمجه صلى الله عليه وسلم في فمه أيضا، ثم سكبه على ظهر وعلى صدر سيدنا الإمام علي، ثم أمسك برأس سيدنا الإمام علي ورأس السيدة فاطمة وضمهما إلى بعضهما وقال: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ثم أخذ الباب في يده صلى الله عليه وسلم وخرج. فماذا تنتظر من زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم لبيت كهذا؟ لا ننتظر إلا كل الخير، فقد جاء في السنة الأولى سيدنا الإمام الحسن رضي الله عنه أبا محمد، الذي قال عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولدي هذا سيد، ولدي هذا سيد. ولذلك لما نقول لحد من آل البيت يا سيدنا أو يا سيد، ده النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم: ولدي هذا سيد. بعض الناس عندهم حساسية من كلمة سيدنا أو يا سيد، إذا قيلت لأهل الفضل أو لآل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذا لقب قد لقبهم به سيدنا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال على سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر: سيدا كهول أهل الجنة. فإذا كان المتبوع سيد، فما بالك بالتابع صلى الله عليه وسلم؟ إذن هو سيد السادات. ثم جاء في السنة الثانية سيدنا أبا عبد الله الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ثم جاءت سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها، الذين هؤلاء الثلاثة الذين كان منهم الامتداد المحمدي في العطرة وسيستمر إلى يوم القيامة. هكذا كان زواج السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وفي الختام نتقدم إلى عريس الليلة الأستاذ وليد، وإلى عروس الليلة ببعض الكلمات البسيطة التي أخذت من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فيا أيها العريس، استوصي بأهلك خيرا، استوصي بأهلك خيرا، استوصي بأهلك خيرا. فالحبيب صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فقم مع زوجك على حدود الله تبارك وتعالى. ونقول لعروستنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع لك الخير في حديث واحد. قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا صامت شهرها وصلت فرضها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي الأبواب شئتي. إذا صامت شهرها وصلت فرضها وأطاعت زوجها وأحصنت فرجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي الأبواب شئتي. فزوجة إذا نظر إليها زوجها فأصرته كانت مطيعة لربها، وإذا خدمت بيتها كانت مطيعة لربها، وإذا ربت أولادها كانت مطيعة لربها. وزوج أقام على حدود الله، فإذا علم كل واحد منهم ما له وما عليه طبق قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا وإياكم على حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم، فنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.